السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طائر الباز. الباز ومعروف بالبرني في شمال أفريقيا، هو طائر جارح طويل الذيل وحاد البصر، يعيش في الغابات ويصطاد بالانقضاض على الفريسة بسرعة كبيرة من مكان مرتفع ومخفي، ويستخدم مصطلح الباز أحيانا للدلالة على الصقر، وهو طائر مختلف تماما عن الباز، حيث يتبع الصقر فصيلة الصقريات، بينما يتبع الباز فصيلة البازية. يملك الباز منقارا حادا ومعكوفا، وأجنحة طويلة وعريضة مناسبة للطيران إلى أعلى، كما يملك سيقانا وأقداما قوية مع مخالب صيادة بينها مخلب خلفي. وتختلف أنثى الباز عن ذكره في الحجم، حيث تكون كتلة الأنثى أحيانا ضعفي كتلة الذكر. الباز من الحيوانات اللاحمة، حيث يصطاد معتمدا على بصره الحاد نهارا أو عند الغسق، وهو يصطاد عدة عادة الثدييات الصغيرة وأحيانا الطيور والزواحف، ويختلف غذاؤه حسب الموسم أو الوقت من السنة، إلا أن غذاؤه المعتاد هو القوارض ومنها الفئران والسناجب. أما الأغذية الأخرى فتشمل الأفاعي والخفافيش والأسماك والحشرات. للباز عدة أنواع، منها الباز أحمر الذيل والباز الأبيض والباز أبيض الذيل والباز قصير الذيل والباز حديدي اللون. وحدة البصر. قام عالم الطيور الكندي لويس ليفينير عام 1005 بإعلان طريقة لقياس الذكاء للطيور اعتمادا على عاداتهم الغذائية المتبعة، وكان طائر الباز من أذكى الطيور اعتمادا على هذا المقياس. كما يملك الباز نظرا حادا أقوى من نظر الإنسان العادي بمرات كثيرة، والسبب في ذلك كثرة المستقبلات الضوئية الموجودة في الشبكة، والتي يبلغ عددها مليون مستقبل ضوئي في المليمتر المكعب مقابل 200,000 عند الإنسان فقط. استخدامه للصيد. يستخدم البشر الباز للصيد، فمثلا يستخدم الباز أحمر الذيل في عمليات الصيد في الولايات المتحدة. إلى لقاء آخر إن شاء الله.